في سوق حي السيلة بمديرية الشيخ عثمان الذي لا تتجاوز مساحته نحو 150 مترا مربع، تجري عملية بيع وشراء الطيور وبمبالغ مرتفعة ومتفاوتة. هذا العالم المغيب عن المشهد يحتكر نفسه بهذه المسافة فقط في قلب العاصمة عدن، لكن رغم ذلك يبدو واضحا شغف هؤلاء التجار والمربين الباحثين عن فرص عمل بديلة، حيث يقدمون على تطوير هذا السوق إلكترونيا وتخصيص تجمعات وجروبات في شبكات الإنترنت للتجارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. السوق هذا هو أهم مقومات أي هاوي داخل عدن، لأنه ما في شيء هاوي ما يستغنى عن هذا السوق. أي هاوي يحتاج لأكل طيور، مستلزمات أقفاص، سقايا، شرابات، أكل دخن، أي حاجة ما بيلاقيش إلا بالسوق. ففي هذه المساحة من الكون فقط يمكن أن يكون تحليق الطيور في عالم افتراضي أكثر من عالمهم الواقعي. بالنسبة لتربية الطيور ممكن أي حد يربي، ولكن يحتاج إلى أنه قبل أن يربي يعني يكون معه واحد يفهمه كيف طريقة هذا الطائر بالتربية، لأنه كل طائر له بيئة وطريقة غذاء تختلف عن الطائر الآخر. طارق هادي مهندس في حقول النفط، لكنه لا يجد حرجا في العمل في تجارة أنواع الطيور، إذ يعد أحد مربي الطيور ويصفه الناس هنا بالجنون لتعلقه الشديد بأنواع الطيور المتوفرة واهتمامه بها، ما جعله يخصص لها مساحة أرض واسعة وفريق خاص من العاملين يقومون بتربيتها ورعايتها بصورة يومية. توفقت يعني بهذا المكان في الأرضية، وبدأت توسعت أكثر في الموضوع، يعني بدأت أجيب طيور من مصر، ومعانا برضو كان الأخ عمرو جمال يجيب طيور كان من الأردن، كنت أخذ منه طيور وجزاه الله خير، يعني دعمنا بأنواع كثيرة يعني مش موجودة في اليمن. نحافظ عليهم، نعالجهم، نعطي لهم أكل. إحنا الآن محبتنا أكثر، لو رحت مكان قبل ساعة أشوف نفسي مدري كم والله، ولا لما جيت ذا اليوم يعني مضطر معي المرض ما جيت عند الطيور، ضروري ان مضطر وقفت تشوفهم. هذه الحركة ليست للتسلية، وإنما لمعرفة صنف الطير سواء كان ذكرا أم أنثى. فمنذ ما يقارب 20 عاما وهؤلاء كما يقال بعضهم يعملون في تربية الطيور، كما جعلت منه طبيبا بيطريا في ظل غياب المراكز الصحية المتخصصة بالطيور. الدولة الآن وقفت، نزلت قرار وزارة الزراعة بتوقف الاستيراد من مصر والأردن. يعني الآن احنا أحيانا تنقصك أشياء، يكون معانا مثلا طير معين انتجت أنا مثلا كان إنتاجي هذا الموسم كله ذكور، طيب ما فيش معي أناث، من فين أنا باجيب أناث؟ بضطر باقي أيام بيموتوا هذول وأنا مش قادر أنتج من هذا النوع. على الرغم من كل هذا الشغف بعالم الطيور هنا في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أنها لم تجد حتى الآن اهتماما من قبل الجانب الرسمي، خصوصا وزارة الزراعة التي أصدرت قرارا سابقا بمنع الاستيراد والتصدير، وهو ما يشكل خيبة أمل لدى الجهود المبذولة من قبل المربين والمهتمين. لا تزال تجارة الحمام رمز السلام تجارة رائدة في عدن لدى الشباب المحبين للطيور، فمن خلالها وجدوا مصدر دخل في ظل انعدام فرص العمل. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.